مشاهدينا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فواياج فواياج. حلقتنا اليوم خاصه جدا، ليه؟ لانه هالحلقه منا بس مسلطين الضوء عليها على الشق السياحي او الترفيهي، بس كمان في شق ديني وروحي مهم كثير. وحبيت بحلقتنا اليوم يعني قبل بنهار من اطلاق شبكه صلاه البابا بالعالم اللي رح تتم بكره سبت 4 حزيران بعد الظهر على الساعه 7 بكنيسه اليسوعية بالأشرفية، واللي هي شبكة مهمة كتير بتضم 83 بلد وبتطل 40 مليون شخص بالعالم. حبيت لكينا بحلقتنا اليوم نسلط الضوء على الفاتيكان، على البابا، وعلى زيارة حلوة كتير قاموا فيها ضيفتين من كم أسبوع، وبتصور هي سفرة رح تضلها بذهنهم وبقلبهم على فترة طويلة. بونجور، كيفكم؟ بونجور. لكن معي يارا بطرس وكريستال داو، اهلا وسهلا فيكم بالام تي في. حبيت اليوم بما انكم شبيت وبما انه رحتوا على الفاتيكان من كم اسبوع، رح تخبرونا اي متى وليه، نسلط الضوء على اهميه كمان رحلات من هالنوع للشباب، وان شاء الله تكون حلقتنا اليوم هي سفره بذات الوقت هيك توحي للشباب انه بيقدروا يسافروا وينبسطوا بذات الوقت، يكون في هال يعني الشق والمغزى الروحي بسفرتهم يلي اكيد ما رح ينسوها كل حياتهم. اول شيء خبرونا يارا وكريستال، اول مره بتروحوا انتم على ايطاليا، على روما، الفاتيكان؟ انا كانت اول مره لإلي، و يارا انا كانت ثاني مره. بس كانه اول مره لانه كثير كبيره وبضل في شيء تكتشفيه جديد. صحيح، بيقولوا انه الفاتيكان هي اصغر دوله بالعالم كله. صح. بس بذات الوقت بالعالم كله اصغر دوله، بس بذات الوقت بتخلينا نحس احاسيس مهمه لدرجه انه الواحد بحس حاله زار العالم، قد ما فيها ثقافه وقد ما فيها تحف فنيه وعمق روحي بتصور ما بنحسه بغير اماكن من العالم. خبرونا شوي كريستال، اول شيء ليه رحتوا على الفاتيكان بالتحديد، باي اطار، باي مناسبه؟ اوكي، نحن عملنا الفواياج على روم بمناسبه عيد اليو اس جي 140، وكمان حبينا نزور الفاتيكان لانه محرم نروح على روم ما نشوف الفاتيكان، وكمان حضرنا الاودينس بابال تبع البابا، كان شيء كثير حلو، شغله كثير حلوه. بتصور هيدا من الاوقات المهمه رح تضلك بحياتكم، ما هيك؟ صح. يعني هيدا كان احلى نهار عن جد، شيء ما بينتسى، يعني شيء ما بينتسى. رح نشوف بعدين الصور، رح نشوف باي اطار صار هيدا الشيء. ولكينا رحتوا بمناسبه العيد ال 140 لليو اس جي جامعه اليسوعيه بلبنان، وبتصور كانت شغله حلوه انه مثل ما عرفت انه كنتوا 140 شخص من الجامعه لا تحتفلوا بهالعيد ال 140، يعني مزبوط. رقم رمزي وحلو كثير. كنتوا كتار، كنتوا كبار، شباب، مين كان في من الاشخاص؟ كان يعني كان في من كل الاعمار، كان في معنا اساتذه، كان في اتيديون، كان في من البيرسونيل، كان في من جميع انواع، وكمان كان في شباب. أكيد. اكيد يعني. واصغر واحد قد ايه كان عمره بيناتكم؟ كان في اولاد الاساتذه او اللي بيشتغلوا، كان في عالم صغار يعني، كان في من كل شيء تقريبا، يعني 10 سنين. وقد ايه كانت السفرة وقتها؟ كانت 6 ايام، من 26 افريل ل 1 مايو. اوكي، بفترة الفرصة. أوي. فرصة أرثوذكس. لكن مشاهدينا خلال اول شيء نشوف مع كريستال ويارا، اكيد السفرة منا صعبة كثير لانه مشوار على روما قريب. قريب. وصلتوا بثلاث اربع ساعات، يعني 3 ساعات ونص. نعم، 3 ساعات ونص. وببين علينا هون على الخريطة الفاتيكان يلي هو بايطاليا، بروما بالتحديد، وهذه النقطة الحمراء يلي هي تعتبر اصغر يعني بلد او اصغر دوله بالعالم، مساحتها ما بتتعدى 0.44 كيلومتر مربع. مثل ما كنت عم بقول، بلد صغير بس مفعوله كبير، دوله صغيره مفعوله كبير. ويعني اول محطه لكم كانت هونيك بروما بعاصمه ايطاليا، قبل ما نفوت على الفاتيكان وتفاصيل هالسفره الروحيه بامتياز، خلينا نشوف صور اللي التقطوها ضيفتين بروما. الحلو بروما انه في نكهه خاصه، ما هي يعني حتى اذا واحد راح مره ثانيه بحس انه بتحس كانه عن جد عم تكتشف شيء جديد من مره ثانيه، يعني مره لمره. لكن عم ببين علينا بروما الحلو هونيك، شو اكثر شيء شو حبيت كريستال انت اكثر شيء بما انه اول مره رحتي؟ اكثر شيء الفونتين دو تريفي،
كان احلى شيء. شفنا كثير قصص. الحلو بروم انه وين ما تمشي في شيء تشوفيه، في مونومون، في كثير قصص تشوفيها عن جد. بيقولوا متحف بالهواء الطلع، يعني وين ما كان في شيء تحفه فنيه واحد يطلع عليها، وساحات وين ما كان ساحات كثير حلوه اكيد، وبيبين علينا لكن كل هالمباني المعروفه بايطاليا. و يعني هي كلها بتصور هالاماكن قد ما سمعنا عنها بالاغاني، شفناها بالصور بالفلومه، بتحس حالك بتعرفيها ما هيك بتشوفيها. يعني بس شوفيها بتقولوا اوف انا هون، يعني مطرح هذا المحل المعروف العالم كلهم بيحكوا عنه. صح 100%. وبتعرفوا اكيد انه روما بيلقبوها المدينه الازليه، لا فيل ايترنال، قد ما مهمه. وهذا الكوليزي بتصور انتم ما كثير توقفتوا على روما، اخذتوا كم صوره هيك يعني. وهون عم نشوف المأكولات اللي اكيد كلنا بنحبها بايطاليا، ان كان الباستا او التيراميسو او حتى البوزه. كان طقس حلو وقت رحتوا؟ لا يعني ما كنا، نحن كنا مفكرين رح يكون تقريبا مثل لبنان، كان اسقع. في ايام كان بتشتت مثل باوروبا على طول، لانه في الشمس بترجع بتشتت شوي. بما انه عم نحكي عن الشمس والشتة والسقعة والشوب وهيك، يعني اكيد بدنا نقول للمشاهدين اللي بده يروح على الفاتيكان على روما بالتحضير، بده يكتشف انه دائما في درجتين ثلاثة اقل من لبنان. صح. واحد بده يكون معه تقيلة. انتم ما كان معكم جاكيت؟ لا ما كان كثير، يعني منهم سماك ابدا. وسقعنا صرنا ناخذ من شو اسمه هذا الشيء، كثير قربنا من الجروب اللي كان معنا. هذا الحلو بهالسفرات هيك الجماعية، انه واحد بيتقرب كثير من هالاشخاص اللي بركي بيشوفها كل يوم بالجامعه بس ما بيكون عنده احتكاك معها. ومن الاشياء المهمه اللي اخذتوها معكم هالشابو الحلو كثير، رح ضوي عليه. هالشابو مكتوب عليه لكان يونيفرسيتي سان جوزيف 140 عام. لبستوه كلكم ما هيك؟ كل الجروب. شو صار معكم شي مهضوم خاصه بهالشابو كريستال؟ نهار اللي رحنا على الفاتيكان من بعدها كان عندنا لانش بريك، دونك من بعد اللانش بريك كان لازم نروح على الميوزيو دو فاتيكان. انا ويارا تاخرنا تنروح لانه كنا عم نعمل شوبينج، وضعنا يعني كان المفروض نحن رحنا على الميوزيو وفتنا على الميوزيو لانه كنا مفكرين انه الجروب تبعنا كله ديجا صار بالميوزيو. دونك اضطرينا نرجع نشتري التيكي، فتنا وصرنا نبرم الميوزي. انا برمنا الميوزي كله، يعني هو بده شي 3 ساعات، برمناه بنص ساعه بس. واو. لانه كنا خايفين عم نفتش وبراسنا كل الوقت انه بدنا نشوف شابو من هذا عم نفتش على هذا الشابو لانه كل الجروب لابسه، انه كان هذا ريبير لنا بس. دونك وقتها شفتوا الشابو تلقطته بالضبط انه من الجروب من المجموعه تبعنا. اكيد حلو كثير، يعني هذا بيعطي كمان انتماء لمجموعه معينه. وبتصور يعني بهالرحله حسيته انه في فخر كمان واحد ينتمي لجامعه هالقد عريقه. كثير تقربنا من جو الجامعه، يعني عن جد فهمناه اكثر، حسينا انه نحن هيك مثل بعائله، عائله كثير كبيره، حسينا بانتماء عن جد. حلو كثير. طب ومن كفي لكان الجوله بعد روما، فتوا على الفاتيكان مع الاهميه تبع هالمكان وهيبته وجماله المعماري، لانه حتى يعني شكله للفاتيكان ببين علينا هون تحفه بحد ذاتها، ما هيك؟ كثير. يعني الواحد ما بده يعرف وين بده يطلع. انا هيك حسيت وقت رحت من كم سنه، ما بعرف اذا هيدا ذات الاحساس. بلا يعني شو خبرينا؟ انا وكريستال كنا مصوتلين عم نطلع هيك قد ايه كبير، قد ايه هيك بتحسي حالك صغيره بمحل هالقد فخم وكبير. وانه عن جد هو اصغر دوله بالعالم، بس قديك غني عن جد لدرجه مش طبيعيه. اكيد يعني في كل هالكنايس والكاتدرائيات الموجوده هونيك، كل هالزخرف، كل هالفن من عده انماط يعني ومن عده قرون. ومبين علينا هون شابيل سيكستين المعروف كثير، الكنيسه كنيسه سيستينا، اكبر كنيسه بالقصر البابوي، مشهوره للوحاتها مثل هاللوحه يلي هي اللوحه الجدرانيه للحكم الاخير لمايكل انجلو اكيد. ومبين علينا كل هالدقة بالتفاصيل، ما هيك؟ يعني واحد بيقول فيها عظمة، فيها هيبة حلوة كتير. ومن الأماكن كمان المعروفة كتير بالفاتيكان هي بازيليك سان بيير، وهي كاتدرائية القديس بطرس، أكبر كنيسة بالعالم، بترجع للقرن السادس عشر سابع عشر. هون أنتو هونيك بتصور أول ما وصلنا الصبح قبل الأوديسيون بابال. وصلنا على الأوديسيون بابال، عم نقرب من هاللحظة المهمة كتير بتكون تخبروني عنها. ما في إذا وقتها تحكوا عنا يا رب بتحسوا شيء بدأ قلبكم أكتر. عن جد رح خبر شوي شو صار معي. يلا خبرينا. نحن بنوصل بتوصل في الساحة الكبيرة تبع الفاتيكان ومقسمة كلها، لأنه بس يكون في الاودينس بابال بيجي من وين ما كان، يعني من كل بلاد العالم. أوكي. هلا نحن صرنا مبين علينا هلا الحشود اللي يعني ما بتصور ما بتحصى، ما بتصور واحد ينتبه قد ايه في اشخاص قد ما في وين ما كان. لكن فنحن انه نتوقف شوي على هالصوره. يعني خبرينا انت عم تحكي عن هون. نحن يعني انا وكريستال كنا مفكرين رح نقعد مع العالم تحت، طلع انه اللي اجي قعدتنا فوق
دغري يعني بوجهك الباب فوق على الستيج. كان عندكم مكان مميز. كان عندنا مكان عن جد كله بفضل اليو اس جي. وكنا كثير مبسوطين بالاول نحن وناطرين البابا تيجي وتبلش. كان كلنا حنين الاعلام اللبنانيه وغنينا النشيد الوطني. وهي الصوره يارا شو لما تقف عليها شوي شو بتحسي وقتها تشوفيها؟ وهنا كان بدهم حدا من الجروب شخص واحد ينقوه تي انا ما كنت عارفه بس انه بينقوا يعني اصغر شخص واحد من كل جروب يعني بدهم ان ريبريزنتون من كل جروب. هلا الصغير ما كان بده يروح كان خيفان خاف لانه المحل عن جد كثير كبير فقالوا لي انا روح. وانا ما كنت عارفه حتى حضرت الاودينس بابال كان كثير حلو فكره انه بس بكون الفرق انه بكون اقرب بس طلع انه العالم اللي بيكونوا واقفين هونيك البابا بيمرق بالاخر وبيسلم عليهم وانا شفت البابا وعن جد دمه سلم عليك سلم علي وبركني وقلت له انه انا من لبنان وبليز انه صلي للبنان وبس سمع اجى بركني وصلى علي حلو كتير كان كثير حلو عن جد حلو كان شيء كثير حلو يعني انا عرفت قد ايه هذا الشيء حسيتي يعني جوات قلبك قد ايه تجربه رائعه لإلك ما هيك بتصور يعني رحت على كريستال ماشي عم برج مثلا عن جد كنت كثير بس وشو عطاك البابا وقتها شافك وهنا بيعطوا للعالم اللي بيسلموا على البابا هيدي المسبحه يلي من الفاتيكان مع المسبحه يلي من الفاتيكان شغله كثير حلوه بتصور انا قالوا لي قد ايه كنت ممسكه فيها يا يارا لهلا ما عليه ياخذوا باسبور ياخذوا شنطه ياخذوا شو ما بدهم بس هالمسبحه ما حدا يضيع لي اياها شو اهلي كمان قد ايه فيها شغله كثير حلوه ان شاء الله اكيد تحرسكم وتحرس بيتكم هالمسبحه رح نشوف شوي كمان الصور وقتها كنتوا هونيك بهاللحظه بالتحديد النشيد اللبناني اللي غنيتوه يلا رح نشوف الفيديو للوطن هيدي الصورة مين التقطها الفيديو مين أخذه أنت يا يارا حلو كتير يعني أكيد على كاليتي منا كاليتي بروفيسيونيل بس بتصور سناب شات إيه ما هيدا منا مشكلة بس واحد يعني حلو يخلد هاللحظة وحسيتوا حالكم لكينا بتنتموا لهالمجموعة جامعة السعودية لهالبلد اللي هو لبنان وإنه أنتوا فخورين إنه لبنانية وعم تقدروا ترفعوا العلم اللبناني بالفاتيكان يعني بتصور هيك تجربة كانت مهمة كتير بحياتكم بنكفي جولتنا جولة أكيد يارا وكريستال بهالسفرة على الأماكن اللي زاروها ورح نشوف هلا إنه في أكيد قديس كتير مهم هو قديس إغناتيوس سانت إغناس دو لويولا اللي هو أسس اليسوعية بالفاتيكان وهالقديس اللي مبين علينا صوره هلا كان عاش بالقرن السابع عشر و كانت هالكنيسة انبنت سنة 1626 كنيسة سانت إغناس دو لويولا وشو حبيتي فيها كريستال هالكنيسة كنت عم تقولي لقد ايه احلى شيء يعني لي ديتاي اللي بتشوفيهم بكل كنيسة انه عن جد مرسومين او معمولين بطريقة انه منا يومان يعني عن جد كان شيء كثير حلو وشفنا كمان انه رحتوا على كنيسه ثانيه زرتوا مكان ثاني الكنيسه دو جيزو نعم بين علينا لكينا هل كنيسه كثير حلوه من احلى الكنيس اللي شفناهم بروم من جوا كارشيتكتور من جوا والفراس كل شيء فيه من برا كمان كثير حلوه كل اللوحات الجدرانيه وهيدا متوقف شو على هيدا الجامعه اللي هي اول جامعه اسسها سانت إغناس دو لويولا بالفاتيكان كانت بالمكان يلي هو بلش منه رسالته بالعالم وهي لكينا جامعه الجامعه الجريجوريه البابويه واول جامعه يسوعيه بالعالم انشئت سنه 1551 كمان عم بتفرجي تاريخ واهميه الرهبنه اليسوعيه بالعالم بنكفي كمان جولتنا على اماكن ثانيه لانه بعد ما زرتوا الفاتيكان حبيتوا بتصور بالمجموعه تزوروا غير اماكن مقدسه ومعروفه بايطاليا وين رحتوا يارا؟ رحنا على سانت ريتا بكاسيا ورحنا على الفرنسيس الاسيز كمان اكيد على اسيز سان فرانسوا داسيز رح نشوف اول شيء صور كاسيا حسيتوا حالكم هونيك صرتوا بمكان ثاني في اكثر خضار بركي ما مبين انه مدينه اكثر ضيعه وكتير هيك بتحس بسلام وكتير حلو يعني الطبيعة هونيك عن جد كتير بتوقف القلب كتير حلو قد ايه وقت قضيته هونيك بكاسيا؟
هن عملناهم اثنيناتهم بنهار واحد. فما كتير طلعلنا وقت انه كتير نقعد هناك نغوص بكل التفاصيل. اكيد قعدنا وهون مبين علينا كنيسه سانت ريتا ويعني قعدتوا هيك فتره قصيره بس قدرتوا تزوروا اماكن بسرعه ما هيك. ولكن هي صارت هالمدينة مشهورة وقتها ما طوبت مارغريتا لوتي ديسي صار اسمها سانت ريتا كلنا بنعرف قصتها سنة 1900 وجبتوا قصص كتير مهضومة كمان من هونيك قصة واحد بتركها عنده بيصلي مسابح وغيرها. وآخر جولة قمتوا فيها كريستال على أسيس بعيدة كنية بعيدة منا بعيدة أبدا من كاسيا ما هيك لا قرب شوي عبعد شفنا كمان كان في دو بازيليك بسان فرانسوا داسيز زرناهن كمان كان في معنا دايما جيد توريستيك عم يفسرنا عن حياته لسان فرانسوا يعتبر أنه سان فرانسوا داسيز هو أول من دعا للحوار بين الحضارات وخصوصة الجينات يعني بوقتها ما كان في حدا عم بيقول أنه تعالوا نحكي بين بعض وشغلة حلوة كتير أنه يكون يعني تكرس له القديس المشهور عالميا هالمكان الحلو كتير مثل ما بتقولي يارا الصور وقتها واحد يشوفهم بحس بالهدوء الداخلي قدي في عالم بس قدي بتحسي كأنه هدوء وهيك سلام يعني عالم من وين ما كان في أجواء خشوع حتى إذا في عجقة حسيته بهيدا الشيء في محلات ما بيخلوا تصوري ما بيخلوا شيء كرمال يخلوا هيدا الاسبري الريليجيو وفي محلات بيكونوا عن جد بيغمون توريستيك كرمال تتأمل الآه وهيك يعني واحد بصور بهيك سفرة بيقدر يعمل شغلتين أكيد الشقة مثل ما كنا عم نقول السياحي الترفيهي وبذات الوقت الروحي والديني. طب لكن عملنا هالجولة سافرتوا لهونيك قضيتوا كم يوم شو حسيتوا تغير بحياتكم كريستال ويارا يعني وقت رجعتوا لهون شو حسيتوا في شيء تغير حسيتوا عندكم اشياء جديده عم بتفكروا فيها بحياتكم كانت اكسبيرينس كثير حلوه وبتخليك تحسي انه عبالك تشوفي بعد غير بلدان وتشوفي عن جد انه في اهميه كمان حضاريه وثقافيه قد ما واحد بيشوف قد ما بيطلع عباله يقدر يشوف اكثر وغير هيك انه قلنا لك انه تقربنا كثير من الجامعه من جو الجامعه وكان هيك مثل ان بوز ريليجيوز نحن تنرجع لحالنا عن جد كان كثير حلو يعني جوله حلوه كثير بتضلها بتصور بذهنكم مدى الحياه ان شاء الله تعملوا غير سفرات كمان حلوه وتكون مهمه بحياتكم. لكن مشاهدينا هيك بتخلص حلقتنا اليوم عن الفاتيكان عن هالرحله اللي قاموا فيها كريستال ويارا وقدروا شافوا البابا ويارا قدرت تسلمت عليه للبابا فرانسيس واكيد هالاجواء الخشوعيه الحلوه كثير وفينا نشوف كمان الاشياء اللي جابوها معهم من هونيك بما انه زاروا كمان سانت ريتا وزاروا سان فرانسوا داسيز قدروا جابوا عده اشياء من هونيك واكيد ما بننسى الشابلي حلو كثير ما هيك يارا يلي هو ديريكتومون جاكي من الفاتيكان من البابا. ومنذكر مشاهدينا انه حلقتنا اليوم هي خاصه لانه بكره الساعة 7 رح يصير في إطلاق لشبكة الصلاة العالمية يلي أرادها البابا فرانسيس بكرة الساعة 7 وبتصور يعني هيك سفرات مهمة كتير وهيك صلوات جماعية من كل أنحاء العالم من كل بلدان العالم هي بتكون تحدي للشر ولكل التحديات يعني السيئة اللي عم نعيشها بعالمنا اليوم لسوء الحظ. ان شاء الله تكون هيك يعني فتره نفكر فيها ودائما نقول انه في فسحه للخير وفسحه للايجابيه بحياتنا. ميرسي كثير كريستال ويارا على هالجوله اللي عملناها معكم ان شاء الله اشوفكم بغير سفرات وبنبقى مشاهدينا مع لائحه الختاميه ومع موسيقى بحبها كثير البابا فرانسيس هي الميسا تانغو لانه هو يعني جنسيته ارجنتينيه والميسا تانغو هي مزيج من موسيقى التانغو وموسيقى القديس ميسا تانغو والمايسترو يلي عملوا إياها عملها سنة 1996 ورجعوا قدوها قدامه بالفاتيكان وقتها صار بابا وهو المايسترو مارتين بالميري وصارت من الأشياء اللي بحبها كتير البابا فرانسيس بحب يسمعها لأنه مزيج بين جنسيته وبين يعني الفكرة العالمية للقديس. بشكركم مشاهدينا وبشوفكم الأسبوع الجاي على راتب.